قبل ما نقدم لكم راسي، بغيت نقول لكم واحد اللعيبه مهمه عنده احنا على الانتخابات، راكم نتوما تعرفوا هادشي. من بعد اول حاجه نهضر لكم على مش اول هي المقدمه والبغال والحمير، راه لينا ركبوها، راه ماشي لينا ننتخبوها. مغاربه عليكم خوتي بخير، لاباس عليكم. جيت نقدم لكم راسي، معكم عبد المنعم مشهور بين خوتي. بغيت نهضر معكم على واحد الموضوع اللي هو موضوع الساعة، اللي هو هاد الوريقات هادو اللي ولاو كيتلاوحو في الدروبة والأزقة والزناقي ديالنا. علاش كدابا عرفتوني علاش نهضر معاكم؟ نقول لكم بعد أول حاجة وأهم حاجة أنا لاحظتها وعارفها وكاع الناس خصهم يكونوا فايقين لها، شي في هاد البلاد السعيدة هادي كون كانوا انتخابات، كون كانوا انتخابات مهمين لهاد البلاد وكيزيدوا بالبلاد القدام، والله ما يديروها. هذه خصكم تكونوا نقطة مهمة ديروها دماغكم، والله ما يديروا لكم هاد الانتخابات هاد، كاين حيت ما عارفين سيبا ودايزا وداكشي اللي كان داك العام ولا هاد العام ولا هاد العام الآخر، راه داكشي علاش دايرينها وعادي هادشي جري بالعمل. وشي نقط أخرين بغيت نهضر معاكم عليهم هما الطبالة كما كيقولوا اللي ولاو في هاد الانتخابات هادو، الجينيراسيون التيك توك الجديدة ماشي بحال ديال شحال هادي، هادو كيتناقض وشحال هادي كانوا كيمشيو على رجليهم وداوين وبخير يدقوا بالآلاب يشربوا أتاي هادي، ولينا كنشوفو شي مناظر. نخلي لكم شي فيديوهات ديالهم، راه بزاف مضاربات طايفات، شي طالع فوق السلالم فوق البوطوات ديال الضو كيعطيك الورقة ما عرفتش شي كامل 100 درهم دارت فيه، راه بزاف والله بزاف. شوفو شي حوايج كيهبلو في هاد خصوصا الانتخابات ديال الكورونا هادي. هو المنتخبين اخوتي بغيت نقول الواقع عندي عندهم شي مهان يسطيوك على هذا اللي غنصوت عليه، ما قاري ما واعي ما وغادي يهضر عليا ويدافع عليا على حقوقي. بحال واحد هنا واحد خونا هنا يغلى الورقة عندي المهنة اللي داير لا شيء، يلا هذا ما خدامش وباغي يخدم على ظهري انا، راه ما يمكنش. واحد داير متقاعد هذا شد لاندريت ومازال مازال مازال خاشي راسو باغي يخدم، هاي بزاف التقني ما عرفناش هاد التقني فاش كتلقى عندهم شي هذه ربات بيت وحده دايره ربات بيت، يلا صافي ركبوا الاولاد خرجاتهم بقى عندها ما يدار اجي نشد شي منصب ولا شي لعيبه، هاي ربات بيت هاي ربات بيت مخلينا تخرج والله الا حشومه والله. وملي غادي يبين سوق غادي يسالوا هاد الانتخابات كيما كنا كيما باقي، تا حاجه ما غيديروها لينا، تا شي حاجه ما البرنامج الانتخابي راه بحال ديما قال لك نديرو لكم ملاعب القرب، هذوك ملاعب القرب سيرو كلوهم راه كنخلصو فلوسنا باش كندخلو ليهم 100 درهم 80 درهم 150 درهم، ما كاينش شي حاجه فابور. التعليم التعليم ها هو البارح ولا معرفتش ولا البارح قال لك غندخلو نهار 10 وما اجلوها شهر اخر، وي اجلوها شهر اخر والتعليم اللي داوين عليه غيجيو عاوتاني يديرنا الاضرابات، يعني حتى حاجه ما كاينه. واحد اللعيبه دابا خوتي ولاو كتبان لي انا بزاف الممثلين هادو تفكينا منهم في رمضان اللي ما كنتفرجوش فيهم هما اصلا، خرجوا لنا في الانتخابات ما عرفتش شحال عطاهم ديال الفلوس تا ولاو كيديروا لنا الاشهارات ممثلين، هادشي راه ماشي ما كاينش في القانون. انا غنصوت على الحزب فلان فلان، انا غنصوت على الحزب فلان فلان، راه بزاف راه عيب شي 18000 ممثل على حزب واحد، يعني راه باين خونا هذا راه شاري البلاد، يعني هاد الانتخابات راه بروتوكول. لا قيت كما قلت لكم